واحنا بنتكلم عن العبد الرباني لازم نبقى عارفين ان في حاجة اسمها مقام الاصطفاء والاكتباء والوراثة. ربنا بيصطفي بعض الناس وبيديهم وراثة بعض العلوم وبعض الصفات كده بياخدوها بالوراثة اما عن الانبياء واما عن الصالحين. فالقرآن الكريم بيتكلم في اكتر من آية عن وراثة الانبياء بعضهم من بعض. ربنا بيقول عن سيدنا سليمان: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. كمان ربنا بيتكلم عن قوم سيدنا موسى بيقول: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. عشان كده كان تركيز سيدنا زكريا عليه السلام في دعائه إن ربنا يرزقه غلام لكن يبقى ولي يتحمل ميراث سيدنا زكريا، مش بس سيدنا زكريا لا، وميراث آل يعقوب اللي ورثه سيدنا زكريا عليه السلام. العبد الرباني لما يكون عبد وارث من أنوار علم النبوة ومن أنوار الصالحين بيكون ميراثه ميراث محض هبة من الله سبحانه وتعالى، مش باختيار العبد. يعني مش العبد بيتجه إلى شيء معين فيرث أبدا، إنما ربنا هو اللي بيختار. بس ده بقى كمان بيبقى امتحان تقيل قوي بقدر ما هو تشريف. يعني العبد الرباني صحيح بيبقى عبد رباني وارث صفات الأنبياء لكن بيختبر فيها على قدر استعداد كل واحد واللي ربنا عارفه منه إنه هيقدر يتحمله، بيكون ميراثه من الأنبياء وبيكون ميراثه من النبوة. فمن الناس بعض الناس يعني يكون ميراثهم من سيدنا موسى عليه السلام، وبعض الناس ممكن يرث من سيدنا عيسى عليه السلام بعض الصفات، وبعضهم يرث صفات من سيدنا يوسف عليه السلام، ومنهم من يكون ميراثه من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لسيدنا علي: أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هنا وراثة ياخدها سيدنا علي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الصفات، لكن ما يوصلش لدرجة النبوة. العباد الربانيين بقى بيرثوا من رسول الله أشياء كتيرة جدا، بيرثوا من أنواره وأسراره كتير. أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفرق فيها سيدنا رسول الله، ربنا بيقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. فكل وارث من أمة سيدنا محمد ورث منه مقام أو أكتر على حسب المنزلة اللي ربنا اختارها له، على حسب منزلته بتكون وراثته من النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن حد يرث علوم الظاهر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العلماء ورثة الأنبياء، فممكن حد يرث الفهم ويرث الاستنباط، ممكن حد يرث علوم الظاهر، ممكن ربنا يفتح بالأنوار والأسرار في الفهم وده برضو يبقى وراثة. زي سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لما بيسألوه: هل خصكم رسول الله بشيء أهل البيت؟ يعني النبي اختصكم بشيء أهل البيت دون الناس، يعني قال لكم على حاجة كده مستخبية محدش يعرفها. فقال لهم سيدنا علي: لا، اللهم إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده. هو ده بقى اللي الناس لازم تفهمه صح، إن ممكن كل الناس تتساوى في إنها تاخد علوم الظاهر، إلى أنه يبقى هناك فهم ونور ربنا يلقيه في قلب وعقل من يشاء من عباده. وأغلب من يأخذون هذا هم العباد الربانيين وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى في مقام اسمه مقام الوارث عن النبي. سيدنا أبو هريرة بقى من الناس اللي ورثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مش وعاء واحد من العلم، يعني مش علم واحد اللي هو علم الظاهر، لا، قال ورثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقيت عن رسول الله وعاءين من العلم، أحدهما الظاهر اللي هي الأحاديث النبوية اللي هو رواها للناس، والثاني بيقول عنه بقى: لو بثثته فيكم لقطعتم مني هاهنا. فده اللي ورثه سيدنا أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورث نورا فتح له في عالم السر، فتعلم العلم بالله سبحانه وتعالى اللي مش كل الخلق هيطقوه. ولذلك
نجد كل ورثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله وأقاربه كان لهم في العلم منزلة كبيرة. يعني سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي حبر الأمة، سيدنا علي قاضي وفقيه الأمة، سيدنا الحسن والحسين علماء وأتقياء، ورثة الظاهر والباطن أمر من الله سبحانه وتعالى مش بإيد أي حد. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ورثة الظاهر اختبار، ورثة الباطن برضو اختبار أشد. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ربنا ممكن يورثك علم، تقعد تسمع على طول العلماء ورثة الأنبياء فتجتهد فربنا يفتح عليك، لكن العلم ده علشان يكون مفيد لازم يبقى فيه نور، مش مجرد معلومات محفوظة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ليس العلم عن كثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. الخشية دي ما تجيش في القلب إلا بنور العلم اللي تخلي الإنسان الرباني مش مجرد بس إنه بيقول كلام لا بينفع ولا بينتفع به أبدا. دول الناس إذا نطقوا ربنا بيجري روحهم في الكلام، فيبثون في الكلام روحا تنير القلوب وتخترق القلوب، لأنها اخترقت قلوبهم قبل أن تصل إلى قلوب الناس. في بقى ناس كلامها بيخترق القلوب. بقول لك واحد اسمه سمنون المحبة، كان إذا تكلم عن الله تحركت الجبال وجرت بحار من الدموع شوقا وحنينا إلى الله تعالى. فأقرانه بقى اللي بيشتغلوا في نفس الحكاية دي وبيكلموا الناس ما بيعدوش أذان الناس وما بيوصلوش لقلوبهم، وتعجبوا من اللي بيحصل مع سمنون المحبة. فبيحكي واحد منهم مع التاني بيقول له: يعني ما لنا نتكلم ولا يصل الكلام إلى الناس، والناس لا تبكي ولا يحدث مثل ما يحدث مع سمنون، وإحنا بنقول يمكن كلام أحسن منه. فقال له: يا بني، إن النائحة الثكلة ليست كالمستأجرة. يعني إيه النائحة الثكلة؟ يعني المرأة اللي بتبكي وبتنوح على ابنها مش زي واحدة بيأجروها إن هي تيجي تقعد تبكي وتعيط. هذه وجدت ألما في قلبها فبكت من الألم. فبيقول له: إن الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. الناس الربانيين دول خرجوا من نفوسهم، فكان العلم لله وبالله، ملهمش حظ نفس، زي الأنبياء بالضبط، خرجوا إلى الخلق وليس فيه ذرة إلا وهي ناطقة لله سبحانه وتعالى معترفة بعبوديتها لله. كلهم بينطلقوا حتى في العلم اللي بيكلموا الناس عنه بينطلقوا من قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتلاقي عندهم العلم ممزوج بالأدب، والحب ممزوج بالنور. ربنا أورثهم الظاهر والباطن مع بعض. الربانيون ما بيشتغلوش من العلم إلا العلم بالله اللي يعرفهم بربنا وينور لهم قلوبهم. فشعارهم إن كل علم لا يوصل إلى الله لا يؤبه به. يعني قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، تلاقي الربانيين الوارثين الحقيقيين يقرأوا كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتنزل على قلوبهم كأنه نور، فيعلمهم الله منه ما لا يعلمه لأهل العلوم الظاهرة. فيقولوا في قراءتهم للآية دية اللي ربنا فتح عليهم بأن الله يحذر الخلق من أن يبحثوا عن ذاته في ذاته، لأنهم هيبحثوا بعقولهم، وعقولهم مقيدة وذات الله مطلقة. علماء الظاهر ممكن يتحدثوا كلهم عن ذات الله، إلا أهل الوراثة النبوية محدش منهم اتكلم في الحتة دي أبدا. ليه؟ لأنهم زي الأنبياء شافوا ربنا قبل كل شيء وبعد كل شيء وعند كل شيء، فلم يتجرأوا على الكلام في ذات الله بشيء. يعني من الآخر كده، العبد الرباني هو اللي ورث نور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قلبه شديد الشبه بقلب سيدنا رسول الله، أو إن شئت قول إن هو كان شديد الاتصال بقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مش هيوصل لهذه الدرجة
إلا وقلبه معلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. العبد الرباني بقى بيكون كثير الرؤى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدثه ويتحدث إليه. العبد الرباني صلاته كلها بيجعلها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شايف أنه هو باب الرحمة وباب الوصول إلى الله. الرجل جاء إلى رسول الله وقال له: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ العبد الرباني إذا دخل في الصلاة ورا التشهد يلاقيه بيسلم على النبي كأنه يراه يقظة، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: السلام عليك أيها النبي. العبد الرباني ماشي على نفس خطى سيدنا محمد علشان يوصل لهذه الدرجة الربانية، لازم يمشي في نفس الطريق. يبقى اتصال أولا بسيدنا رسول الله، ثانيا مشي في نفس طريق الأنبياء. فمثله في ذلك مثل نبيه صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بيقول له: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فهو مش بيبص للدنيا ولا بينظر إليها نظرة المتعجل، لكن بيبحث عن الحلال الخالص، ما بيدخلش جوفه لقمة حرام. كل علاقته إنه يأكل من الطيبات، لو هيموت من الجوع مش هيضع في جوفه لقمة من الحرام، بيدور على الحلال الخالص، مفيش فيه أي شك، ولو حتى كان شك صغير وبسيط. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله مع آل بيته علشان يخرجوا ربانيين، مفيش في جوفهم شيء من الحرام ربنا يبغضه. زي سيدنا الحسين لما أكل من تمر الصدقة، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كخ كخ، وأخرجها من فمه. قال له: أما تعلم أن الصدقة لا تحل لنا نحن آل محمد؟ هو نفس الموضوع في إخراج سيدنا أبو بكر للتمرة من فمه بعدما أكلها. فسيدنا أبو بكر وجد شك في هذه التمرة، لأن سيدنا أبو بكر فاهم أن اللحم اللي يتغذى بالحرام حيصاب بظلمة، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. خوفه على الباطن بيطهره علشان يتلقى النور النبوي وراثة عن رسول الله. أضعاف خوفه كمان على الظاهر. سيدنا شعيب نصح قومه بتحري الحلال والابتعاد عن الحرام في الكسب، فقال لهم زي ما ربنا قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. النداء ده تكرر كثيرا جدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأتباعهم وأقوامهم. فكذلك الصالحين بيتحروا الحلال وبيخافوا مما يطمئن إليه البشر العادي. يعني لو واحد أكل أكل فيه شك إنه يبقى حرام، العبد الرباني تلاقيه دايما يحافظ على إن الباطن، إن جوفه يعني، لا يلوث بأي لقمة فيها شك، حتى لا تدخل على قلبه ظلمة تسبب له قطيعة بينه وبين الله. في حاجتين مهمين جدا لازم نتكلم عنهم واحنا بنتكلم عن الوراثة النبوية للعبد الرباني. أول حاجة إن العبد الرباني حيرث علم، والأنبياء ما كانوا يكتمون علما علمهم الله إياه وأمرهم أن يعلموه الناس. فالعبد الرباني إذا ورث من مقام النبوة علما عليه أن يعلمه للناس. عن قيس بن كثير قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد في دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال له: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى حرص العبد على أنه يأخذ علم الظاهر ده مهم جدا. مش معنى أن فيه علم ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه من شاء من عباده أن احنا نهمل العلم الظاهر اللي هو المقام، مقام الوراثة الظاهرة من رسول الله. قال له: بلغني أنك تحدثه عن رسول الله. قال: أما جئت لحاجة؟ يعني ممكن حاجة تانية كده في الطريق في الشام؟ قال له: لا. قال: لا. قال له: أما قدمت لتجارة؟ قال له: لا. قال له: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. ده حرص على إن الإنسان يتعلم العلم الظاهر.
قال له: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. طلبهم للعلم علشان يتصفوا بصفة الأنبياء. سيدنا موسى كليم الله رحلته كانت مثل رائع مع العبد الرباني اللي رحله علشان ياخد منه العلم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لما سيدنا موسى قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، في قصة العبد الصالح المشهورة. فالعلم من أجل النعم، واللي ربنا بيمن عليه بالعلم فربنا بيديله فضل واسع وبيفضله على كثير من العباد. إذا ربنا من عليك وفتح في قلبك الرغبة إنك تكون وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ورثة الأنبياء، فلازم تكون على صفة محبوبك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالخلق، وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم يخليك مسامح للخلق، معمر للكون، ناشر للنور وللرحمة والهداية، فعل وقول مش بس كلام. العبد الرباني لازم يهم قلبه في طلب العلم، لأنه بيحصل به المعرفة اللي ممكن تفتح له باب العلم بالله. كل رحلة في سبيل هذا الغرض إنك تصل إلى وراثة الأنبياء لابد إن أنت تطعمها بالدعاء واللجوء إلى الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من الربانيين اللي ربنا قال فيهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.